مملكة كوكب القردة هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام كوكب القردة، والذي يأخذنا إلى عالم مستقبلي بعد سنوات عديدة من نهاية حكم القائد سيزر. في هذا العالم الجديد ظهر قرد صغير وسط مجتمع القردة المتطور، وقراراته ستغير مصير كل من القردة والبشر إلى الأبد. تطور مجتمع القردة بعد رحيل سيزر، تأسست مجتمعات قرود متعددة، بعضها يتبع تعليمه والبعض الآخر يسير في طريق مختلف. صراع القوة نشب صراع بين بعض قادة القرود، مما أدى إلى حروب وتقسيم القرود. البحث عن الحرية، يبدأ بعض القرود رحلة بحثا عن الحرية والاستقلال، بينما يسعى البعض الآخر للسيطرة على الموارد والتوسع. الحركة والمغامرة، مشاهدة حماسية ومطاردات مثيرة بين القرود والبشر.